الجيش أبناء السلاح، كم بذلتم من نفوس وجراح، وكسبتم في جلاد ودماء، وحميتم بصدور ورماء. في مدينة أكشوجت يقع معلم آخر، إنه مركز تدريب الجيش الوطني الذي يتكفل بمهمة تكوين الجنود والعرفاء، ويمثل صرحا عسكريا بارزا يعزز البنية العامة لمنظومة التدريب والتكوين، ويغطي بخصوصيته وتنوعه متطلبات الجيش من خلال الدروس النظرية والتطبيقية. وفي سياق الحظوة القصوى التي يوليها الجيش لبناء الإنسان والتركيز على الاستراتيجية البشرية من خلال التدريب والتكوين، يشرف ضباط أكفاء وقادة متمرسون على تخريج دفعات عسكرية من هذا المركز، قادرة على مباشرة تأدية مهامها المقدسة في الدفاع عن الوطن والمواطنين بفضل لياقة بدنية عالية وخلفية علمية ناضجة. سعياً إلى اعتماد معايير التكوين العسكري المعاصر، استحدثت هيئة التدريب في المركز مساراً للرماية يجسد مختلف مراحل المناورة العسكرية، ويحمل المتدرب إلى أجواء المعركة الحقيقية من خلال استخدام الذخيرة الحية أثناء الهجوم والدفاع بالأسلحة الفردية والجماعية خلال مختلف محطات التمرين التعبوي. أنتم الأعلون في كل إنسان، تشربون الموت كالماء السلام. أنتم الحصن الذي بالموازاة مع ذلك يبقى للأناشيد العسكرية التي تصبح بها حناجر المجندين دورها الفعال في تعزيز الروح الوطنية وخلق الانسجام داخل المجموعة العسكرية الواحدة من خلال تمارين النظام المنضم. إنها نشوة الجندية ولحنها الذي طالما تردد صداه في سماء مركز تدريب الجيش الوطني.